خليني افهم من حضرتك السوق في مصر شكله ايه، بالذات ان احنا مقبلين على موسم اعياد رأس السنة، وايضا هناك اعياد الميلاد. كل ده ازاي ممكن يأثر على حركة البيع والشراء، بالذات انه في هو ارتفاعات؟ يعني السوق ليس في افضل احواله، انما نقدر نقول ان احنا بنتعشم في خلال الفتره ديت مزيد من انتعاش للسوق ومزيد من الاقبال على شراء المشغولات الذهبيه، خاصه في الاعياد واعياد الكريسماس واعياد راس السنه. اما بتقول حضرتك انه مش في افضل حال، يعني نسبه الشراء قلت قد ايه في الفتره الاخيره؟ يعني ما نقدرش نقول انها على الاقل يعني بنسبه حوالي 30%، قلت يعني السوق مثلا نقدر نقول شغال تقريبا بنصف طاقته في الوقت الحالي، والذهب بيتم شراؤه يعني للشبكات اللي هي طبعا ما زالت الثقافه ثقافتنا في صعيد مصر واهل مصر ان الشبكه هي جزء اساسي ولا يتم، وفي بيتحدد بعدد معين من الجرامات، وده برضو بيساهم الى جزء بحد كبير في انتعاش السوق. قول لنا في الصعيد، بما انه حضرتك اتكلمت على هذا الجزء من مصر، الشبكه بتكون يعني بتقول بيتحدد الجرامات، يعني المقبول مجتمعيا انه تكون في حدود قد ايه وزن الشبكه؟ هو يعني حاليا من 30 ل 50 جرام، من 30 ل 50 جرام متوسط، وساعات بتبقى اقل من كده لان القدره الشرائيه اللي بتبقى للعريس دلوقتي بتبقى اقل، يعني ساعات بتبقى اقل من كده، بتبقى دبله ومحبس وخاتم، يعني ساعات بتقل كتير عن 50 جرام. طيب وهل يعني شراء الجنيه الذهب افضل من شراء المشغولات الذهبيه؟ لانه في ناس بتحب تشتري الجنيهات الذهب عشان ما تخسرش في المصنعيه. هو طبعا الجنيهات الذهب والسبائك بتبقى اقل مصنعيه بكتير من المشغولات، ولو ان في ناس كتير ستات بتبقى ناصحه شويه فبتشتري المشغولات اللي هي المشغولات اللي بنقول عليها الشعبيه، اللي هي اجرتها قريبه وبتقدر في الحاله ديت انها تستخدمها، يعني في عندها مناسبه وفي نفس الوقت ما بتدفعش مصنعيات كبيره. لكن تقريبا الاتجاه او نمط الشراء ما زال كما هو. طبعا اكيد ثقافه شراء الذهب في مصر اساسيه جدا. ليه؟ لان يعني كمستثمر او كست البيت الناصحه، في ناس بتشتري ذهب من هو بجنيهات قليله، يعني من هو ب 10 جنيه جرام ل 21 و20 جنيه جرام، النهارده وصل الجرام ل 21 تخطى 620، ووصل في وقت من الاوقات حوالي 660 جنيه. ومن المتوقع لو البورصه العالميه لو تخطت حاجز ال 1300 دولار، وده شيء وارد جدا، لان لا ننسى في يوم من الايام كان سعر وقيت الذهب 1950 دولار. صح. فلو بس تخطت ال 1300 تخطى هنا حاجز ال 700 جنيه. وهنا في ناس دايما بنقول للناس ما حدش اشترى ذهب على مدى العصور وخسر فيه، اللي اشتراه ب 30 باعه ب 50. ليه الذهب دايما ملاذ امان؟ لا، لانه اولا الذهب لا هيصدي ولا يبلى، يعني دايما حتى الام بتشيله البنت بنت بنتها مش لبنتها بس. تاني حاجه في ناس بتتعود على وسيله ليس لها تعاملات مع البنوك، لما بيجمع معاها تقدر تشتري خاتم بتشتريه، حلقه بتشتريه، غويشه بتشتريها، وبتيجي بعد كده تفاجئ انها جمعت كميه لا باس بيها، مع ارتفاع ان الذهب بيرتفع سعره، فبتفاجئ انها جمعت مبلغ جيد جدا جدا تقدر تشتريه، عايزه شقه لابنها بتلاقيها، عايزه تجهز بنتها بتلاقيها. في اي ظرف طارئ برضو بتجد ان كل اللي ادخرته ده يعني ادخار جيد وناجح وبيحتفظ لان يعني قولي يعني احنا خلال الثلاث سنوات الاخيره بس الذهب ارتفع حوالي اكتر من 130%. صحيح. فهنا كل اللي اشترى حتى لو دفع مصنعيات، حتى لو دفع أجور، بالعكس استفاد، واستفاد جدا كمان.